تخيل أن تكون بلا موهبة طول حياتك. بضرب لك مثل، تكون مثلي بلا موهبة حرفيا، ما عندك أي موهبة، موهبة العزف، موهبة الرسم، أي موهبة ثاني، ولكن تخيل بسبب واحد ضربك تكون عندك موهبة بسبب الضرب. هذا اسمه جيوس، في عام 2002 كان في إحدى الحانات رايح يبي يسكر، دخل هذه الحانة وتفاجأ أن في مجموعة في طرف هذه الحانة شايف فيهم الشر، قال خل أشرب كاس وبروح عشان أنفك من شرهم. راح يشرب كاس، ولكن والله هذه المجموعة جاية لعنده، وش تبي؟ جاي أبغى أروق. قالوا ليش تروق؟ من سمح لك أن أنت تروق؟ قال طيب أنا إيش دخلكم يعني. فشافهم يعني ثلاث أشخاص عارف إن هم منضرب، قال ممنوع أن تروق، وخذ الكاس واكسر على رأسه. الثاني جاه ويطفره، الرابع جاه ويركله البطنة، ضربوه ضرب حتى إن هو أقمع عليه من قوة الضرب، أسعفوا فيه. جيوس بعد ما صحى من القيبوبة اكتشفوا أن عنده موهبة اسمها متلازمة سافانا. شوفوا يعني هذه الموهبة اللي اكتسبها من بعد الضرب، شوفوا كيف رسمه، متخيلين هذا رسمه بعد الضرب؟ ما كان يتقن هذا الرسم إطلاقا، بس بعد ما تعرض للضرب المبرح اكتسب هذه الموهبة وصار يتقن بعض الرسومات. تخيل يعني رسومات معقدة، الحاليا لو أعطيك ترسم مربع وأعطيك بعد دقيقتين ترسم مربع راح تكون مختلف، لكن هو يرسم نفس الرسمة وكلها تكون متشابهة. وأيضا هذه الرسوم اللي يرسمها هي من أصعب الرسومات الهندسية، وكلها اكتسبها بعد ما ضربوه هذاك المجموعة، وهذه تسمى متلازمة الموهوب.